الخدعة الأولى أو ما يطلق عليها الهدنة الأولى في النكبة. في 11 من حزيران عام 1948 دخلت حيز التنفيذ بعد أن طلبتها الأمم المتحدة عن طريق بريطانيا وأمريكا، ووافقت عليها الدول العربية. لم يكن هناك مستفيد من الهدنة سوى عصابات الاحتلال التي استعادت أنفاسها ورتبت أوراقها من جديد، وجعلتها نقطة تحول خطيرة في تاريخ النكبة. فرصة التهدئة منحت الكيان الناشئ وقتا ليستلم شحنات كبيرة من الأسلحة والطائرات الحربية والمدافع الثقيلة. تشير الوثائق إلى أن عصابات الهجنة استلمت خلال النكبة أكثر من 25,000 بندقية و5,000 مدفع رشاش وأكثر من 1,000,000 طلقة من تشيكوسلوفاكيا. أما تعداد العصابات الصهيونية فوصل إلى أكثر من 65,000، بينما كان عند بداية الحرب 30,000. القادمون الجدد عوضوا خسائره البشرية الكبيرة التي مني بها في معاركه الأولى، خصوصا في منطقة اللطرون وباب الواد. كذلك استطاعت العصابات فتح طريق تهريب أسلحة ومؤن لمجموعاتها التي كانت محاصرة داخل مدينة القدس. على الطرف الآخر، لم تزود الدول العربية جنودها بأي نوع من الأسلحة أو الذخيرة أو حتى المؤن الإضافية، وحرصت قياداتها العسكرية على اتخاذ مواقع دفاعية أملا في المحافظة على مواقعها بدل أن تتحضر لهجوم كبير ومنظم بهدف إنهاء الكيان الناشئ وتحرير فلسطين.